عليكم، مساء الخير. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في اللغة الإنجليزية، والموضوع ده اللي هو البرونانسيشن، يعني النطق. موضوع النطق عندنا مهم جدا الحقيقة، والخلل ده معظمنا بيقع فيه. يعني ايه بيقع فيه؟ يعني في الغالبية العظمى من الجنسيات العربية الحقيقة، يعني الأكسنت بتاعته أو اللكنة بتبقى غالبة عليه أكتر، يعني زي مثلا من مصر بيبقى اللهجة المصرية بتبقى غالبة عليه الحقيقة، وفي اللي من سوريا اللهجة بتبقى غالبة عليه اللي هي اللهجة السورية، واللي من السعودية أو من دول الخليج بشكل عام اللكنة أو اللهجة بتاعته الحقيقة بتبقى غالبة عليه. بس ليها حل. يعني إيه ليها حل؟ الحقيقة الموضوع ليه حل، وحل بسيط جدا، اللي احنا لو كل حرف ادينا له حقه في اللغة الإنجليزية الأمر هيبقى شبه مبسط جدا، والأمر هيبقى يعني شبه، يعني هقول لك، يعني صافي جدا. النطق بتاعك هيبقى صافي جدا في اللغة الإنجليزية، ما هو إلا كل مخرج للحرف من الحروف بتاعتك اديها حقها في اللغة الإنجليزية، والأمور هتلاقيها تمام، وتبقى مع الوقت أنت الفك اوريدي بتاعك، يعني الفك بتاعك اوريدي مع مخارج الحروف، مع التدريب الزايد بتلاقي نفسك خلاص المخارج بتاعتك اوريدي بدأت تتظبط في النطق شوية شوية، تبدأ يعني مع البراكتسينج يعني تلاقي نفسك اوريدي بقيت تمام ومفيش أي مشاكل بالنسبة للجميع. وأنا شايف الحقيقة في ناس كتير وقع في الـ يعني وقع في الإيه أقول لكم وقع في الإيه في الفخ ده، أو مش عارفة تتخلص منه، اللي دايما اللكنة بتاعته غالبة عليه أكتر، ومش قادر يسيطر على نفسه وهو بيتكلم، أو مش قادر يظبط بصراحة مخارج حروفه. والعملية بسيطة جدا، يعني أديكم مثال. يعني عندنا بارك بارك نوت بارك، يعني في ناس تقول لك إيه بارك، في ناس تقول لك إيه بارك، no it's park park like this. Okay, good. Like think, think. I think, I think. Not I think, or think, or think, or think, or like that. Think, yeah, I think that. Like I think that. I think that, that. Yeah. Theh. يعني الث احيانا في ناس كتير بتغلط فيها، يعني تلاقي س وث، يعني بتلاقي الواحد اجتهاد على قد ما يقدر، لكن الحرف اديله حقه هتلاقي الحرف طالع معاك بيور جدا، والحرف هتلاقيه طالع معاك طبيعي جدا. think 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 no like that 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 yeah I think that I think that like that. Not I think that, or I think that, or I like that, that, that. يعني الحرف اديله حقه الحقيقة، إذا اديت الحرف حقه خلاص في النطق. وكل حرف ليه مخرج، في يعني تلاقي الفك وحركة اللسان بتلاقي ليه وضع معين للحروف generally. So بشكل عام نحاول اللي احنا نجتهد على قد ما نقدر الحقيقة، لان انا شايف في ناس بتكسل، يعني في ناس حتى على علم وبتلاقيها بتكسل اللي هي تدي الحرف حقه، واذا ادت الحرف وكسلت ما ادتش الحرف حقه اظن بيبقى في خلل، وفي خلل بيبقى غير عادي في النطق وبيبقى واضح جدا وبارز، حتى لو انت في مكان او في مطعم او داخل اي مكان عام، او في ميتينج مثلا في شركة معاك اجانب او فالوضع بيبقى شبه بارز قوي، انك عربي وبتتكلم انجليزي، بس ده مش الانجليزي اللي احنا نعرفه، يعني ده انجليزي زي ما احنا بنقول انجليزي، يعني عربي مش انجليزي انجليزي. So try to, I think try to, if you want to speak, try to speak English, not Arabic, or not Egyptian English, or not Gulf English, or not Syrian English, like that. وأشوفكم على خير المرة اللي هي إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.